ونقول ألو. ألو. أيوة. أيوة. إزيك؟ كويس، أنا بحبك قوي قوي والله. ربنا يخليكي، ميرسي، ما تحرمش منك. طيب أتعرف بيكي؟ أيوة، مش لازم الاسم، مش أنا 25 سنة. 25 سنة. طيب جميل، مرتبطة؟ هو أنا بحب. طب حلو. بس أنا بحب قوي، بس بتحدد يعني. احنا انا كنت بحب شخص قوي، كنا صحاب، كان هو كل حاجه ليا، بقى لي سنين اعرفه. فجاه غصبا عني انا وهو حبينا بعض، كان المفروض ان هو بيحبني. بعدين النصيب خده مني، يعني خد مني بقى، مش روحي بس، خد مني كمان صديقي وعشره عمري، سنه دي كل حاجه. هو راح فين؟ قال لي انا بحبك كل حاجة، بس مش عايزة اتجوز. حاولت ابعد عنه كتير قوي، وتقبل فكرة ان انا يعني مش هكون معاه، مش هكون ليه، بكون معاه كصديقة بس، يعني بموت لما بشوفه مع حد تاني، بموت والله. ما ينفعش الحب يتحول لصداقة، مش عارفة اخسره. انما ينفع الصداقة تتحول لحب، لازم تاخدي قرار من نفسك. حاولت ادخل شخص تاني حياتي، ما مش ما فيش ان انا روحي معاهم. بصي بصي بصي، لا يجوز ان احنا نمشي بمبدا دوني بالتي هي الداء. يعني انا عشان انسى الاولاني ادخل شخص تاني، لا، ده مش هينسيكي، ده هتبقي دايما شايفه الشخص التاني ان هو حبايه الدواء اللي بتفكرك بالمرض. عارفه اللي بياخد دواء لمرض مزمن؟ الناس لما بتكبر في السن شويه بيبتدي يظهر عندهم بقى الكوليسترول، دهون ثلاثيه، اللي بيجي له ضغط، اللي بيبقى عنده سكر، اللي بيبقى عنده بياخد دواء للقلب، الحاجات دي. كل يوم بياخد حبايه الدواء الصبح بيفتكر ان دي للقلب، دي للسكر، دي للدهون، دي للكوليسترول، يعني الحبايه بتفكره بالمرض. فما ينفعش تخلي حبايه حياتك وكل ما تشوفيه تفتكري ان هو ده انت دخلتيه حياتك عشان ينسيكي الاولاني. بس هو ليه اتاخد مني؟ هو ما اتاخدش منك حبيبتي، هو ما اتاخدش منك، هو اللي هرب منك. لا، هو انا دلوقتي ما باجي ابعد عنه هو بيتدمر، مش فاهمه اعمل ايه معاه. ده مريض. بصي، في ناس بيبقى عندهم حاله من حالات الخوف والهلع كده من الجواز والارتباط، ممكن يكون واحد منهم. وفي ناس بيبقى حابب جدا وجود شخص معين في حياته، لانه بيديله سبورت، بيديله سنده، بيساعده نفسيا ومعنويا، محسسه بقيمته وبكيانه. فلما تبعدي عنه بيحس ان كيانه تهز. بس لما تيجي تقربي وتقولي نتجوز هيقولك لا 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 مش عايز. يبقى انت قاعده مع واحد مهزوز غير طبيعي وغير سوي، وبتعذبي في نفسك. طب الحل تبعدي. عارفه بعده. انت عارفه المثل زمان يقول لك بيدي ولا بيدي عمرو؟ بايدي انا هبعد، انا اللي هذبح القصه دي بايدي عشان بعد كده ما ازعلش عليها. لازم تتشجعي. على فكره كتير جدا ما نبقاش قادرين على حاجه قوي، يعني بيبقى في عندنا حاجه، شيء مزمن في حياتنا مضايقنا، علاقه، فكره، موضوع، واحده في حياه الانسان، واحد في حياة إنسانة، حاجات كتيرة جدا ما بنبقاش عارفين نخلص منها. بنعمل إيه؟ بنحاول وبنحاول وبنحاول وبنفشل. طيب حاولتي تصلي لربنا؟ ساعات بنتكسف ونقول أنا هصلي ربنا، أقول له أنا بحب فلان. صليت ودعيت ربنا وكتير. دعيتي ربنا قلتي له إيه؟ إن أنا مش عارفة أحل الموضوع، حلها لي، بس كل مرة كان بيقربني منه أكتر، كل مرة كان بيخليه يعمل حاجة تقربه مني. هو اتصدم في حياته. طب أنا عايز أسألك سؤال بس عشان نكون واضحين مع بعض، اللي بيقرب من ربنا أكتر واحد بيقرب له الشيطان، واضحة دي ولا عيدها؟ كل ما تقربي لربنا الشيطان يقرب لك قوي، لأن بيحس إن أنت بتبعدي عنه وبتروحي لربنا، فبيهجم عليك عايز يرجعك بأي شكل. فأوعي تتخيلي إن أنا كل ما أطلب من ربنا يقوم ربنا مقربه مني، لأ، مش ربنا اللي قربه منك. اطلبي من ربنا، قولي له يا رب انا مش عارفة اخلص من العلاقة دي، ارجوك خلصني منها، بس انا ضعيفة، انا
مش قادرة، ولكن بيك هقدر. أرجوك يا رب خلصني منها، ربنا هيقدر يخلصك منها. على فكرة قتيل إيديه ما بيتبكيش عليه، وانت كده قتيل إيديه.